تعالوا نبدأ بالواقع الحقيقة. هنشوف مجموعة من الوقائع لما ضابط شرطة ينقذ سيدة من الاغتصاب بعد أن اختطفها 4 من الذئاب البشرية للأسف الشديد كانوا في توك توك. تعالوا نشوف كيف أنقذها أحد ضباط الشرطة. من المهم أن نسلط الضوء على هذه القضايا لأنها كمان بتكشف عن الجهود الأمنية من ناحية وبتكشف كمان عن النخوة في هذه القضايا تحديدا اللي بتستدعي مش الأمن فقط يعني تستدعي تدخلا من المجتمع كله. كنا بالليل وكنا جايين من فرع وإحنا راجعين بالليل زمايلي اللي كانوا معايا في التوك توك كانوا تلات من فوق حضرتك زمايلي اللي كانوا معايا في التوك توك وإحنا راجعين خدوا واحدة من تاكسي نزلوا ركبوها وهددوا السواق وهددوا رفع السلاح حضرتك هددوا رفع السلاح حضرتك خدوها وكانوا بيحاولوا يدبروا أي مكان عشان تروح معاهم كانوا حضرتك عايزين يناموا معاهم لأن حضرتك عايزين يغتصبوها فما لقوش مكان فقالوا خلاص في الطريق في اي مكان جه الباشا حضرتك قام واقف قدامنا بالعربيه بتاعت كان ناحيه كان في الليبين حضرتك اللي كانوا معايا كانوا ثلاث انفار وانا ما اعرفش في اثنين انا اعرف اسم واحد فيهم بس اسمه محمود هم كان معاهم سلاح نزلنا من التوك توك الباشا مسك فرديه الباشا مسكهم من التوك توك واحد رمى الثاني والثاني خدهم من التوك توك كل كنا بنبقى كلنا زمايل مع بعض فقاعد فاللي بيعرف يمسكهم هو اللي بيمسكه بيضرب بيه واحنا واقفين من المركز بنعمل كمين بعد ما مرينا في شارع فيصل لقينا سواق تاكسي دخل علينا وبيترعش في ايه كان معايا واحده زبونه وطلعوا عليا ناس اشهروا في وشي اسلحه ناريه خطفوها مني ست وفجأة لقيناه بيقول لنا ان هي كانت معاه في العربية وطلع عليه 4 اشخاص الاربع اشخاص دول كانوا معاهم اسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش سلاحين ناري واتنين مطوة لما جالنا البلاغة لما الراجل سواق التاكسي استغاث بمحمد بيه اتصل بيه على الفرع قلت له توجه معاه ومشط المنطقة لحد ربنا ما كرم الحمد لله ما كان ما فات وقت ضيق جدا حوالي 4 أو 5 دقايق على الفور على طول سقط البوكس ومحمد بيه جنبي لفينا دخلنا ورا الشارع جانبي متفرع من شارع الليبيني فضلنا ندخل في المربع دوت ما لقيناش اي حاجه طبعا الواقعه كانت حوالي 5 دقايق 10 دقايق من بعد البلاغ اشتغلنا على هذا الاساس ان هي مش هيبقوا لسه بعدوا عن المربع اللي احنا فيه وبالفعل مشينا وراهم وحاولنا نتعقب خطواتهم وفجاه لقينا توك توك ماشي بيننا وبينه بتاع 100 متر او 150 متر لقينا توك توك وفي صوت استغاثه بسيط لان هي تحت تهديد سلاح ناري زنقنا عليه بالفعل لقينا 4 اشخاص في التوك توك فروا 40 محمد بيه مسك واحد وكان معاه سلاح ناري فرد خرطوش اول ما اشاره في وشنا تمكنا من السيطره عليه على طول ومسكناه وبعد كده الثلاث تانيين فروا هاربين وجريوا هددوا بالطبنجه خد من ايده الفرد وسيطر عليه وانا على الفور جيت ادخل بالبوكس الشارع اللي بقيت العيال هيفروا منه زي ما انت شايفه طبعا في اماره هنا جديده بتتبني فالرمله دي عرقله البوكس نزلت على رجلي انا والعساكري معايا جرينا طلعنا فتشنا العماره دور دور طبعا الواد وهو بيجري ضرب الفرد واطلقنا عليه عيره ناريه تحذيريه رمى الفرد من ايده اخدناه طلعنا العماره ضلمه باضواء الموبايلات بتاعتنا قعدنا نفتش دور دور ما لقيناش حاجه نزلنا قعدنا نلف تاني في المنطقه كانوا اختفوا بس الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا نحدد الاشخاص دي ونزل لهم امر ضبط واحضار ويتم ضبطهم باذن الله